اليوم بيان من الاتحاد رسمي انه ما تابع مجلس اداره نادي الاتحاد ما تم تداوله في وسائل الاعلام المختلفه حول قائد الفريق الاول محمد نور، وتحديدا ما ذكر عن حصوله على مقابل مادي للاستمرار مع الفريق بعد العرض الذي تقدم به نادي الجيش القطري وتم رفضه من قبل الاداره الاتحاديه. تؤكد الاداره ان ما جاء في هذا الشان لا اساس له من الصحه جمله وتفصيلا. على العموم هذه انا اتوقع لو راح محمد نور قالوا بيساوم، قاعد يساوم، ليش يروح والان عقده ما انتهى ومن الكلام هذا، الفرقه نفسها اللي تتكلم على محمد نور. واذا بقى حطوا قالوا انه والله محمد نور ماخذ مبلغ للبقاء، يعني في النهايه ما راح ترضيها، ولكن دائما القول الفصل هو البيان من رئيس نادي الاتحاد، واعتقد انها محمد نور الان باقي راح يكمل الموسم. وصفحة وطويت في الشأن الاتحادي. عندنا بيان من نادي الشباب ما راح نقرأ، عندنا طارق كل المركز الإعلامي كله عندنا هنا نتكلم عن الشباب بالتفصيل. الأخبار شوت اللي معانا اليوم، خلينا نبدأ بالخبر اللي ما كملنا قراءته على الهواء، يعني من باب الإنصاف، نجران هذا الفريق يقدم مستويات مميزة، 5 شهور الناس ما أخذت رواتب، والله كثير. اليوم شفت أنا اللاعب المحترف الجهاد طلع وتكلم قال انه يعني علني يقول انا الان في مفاوضات وفتره سته في فتره الشتويه يبدو انه راح يناقش الاداره في هالموضوع، يعني لاعب يقدم مستويات جيده مع الفريق حرام يروح العزيز. والله شوف هي ممكن صوت نادي رجران على فكره هو يمكن هو الواضح، ولكن في اغلب الانديه مثلا يمنعهم التعفف ولا الازمه الماليه في اغلب الانديه والرواتب في اغلب الانديه، ولكن زي ما قلت نادي نجران خصوصا في مع المدرب الجديد الان في اخر مباراتين سواء مع النصر او مع الهلال، المباراه الاخيره اللي فاز فيها قاعد يقدم مستويات جدا جميله، وممكن يعني اعضاء شرف نجران رجال الاعمال في نجران يقومون بالدعم حتى يعني نجد يعني خلينا نقول رحمه او لجنه رحمه في هيئه دور المحترفين لتقدم باقي الحقوق للانديه السعوديه، لان الان حاليا اعتقد ان الحموله صارت ثقيله على الدوري، يعني 14 نادي واحنا جالسين نضيع اوقاتنا في الميكروفونات تجي ولا ما تجي، في اولويات اتوقع هي المفروض يفترض يصير فيها اهتمام للانديه السعوديه، لان هذه هي عصب الكره السعوديه، وهذه الاسباب اللي تسبب انخفاض الكره السعوديه سواء النجران ولا الانديه الباقيه. احنا قاعد نضيع وقتنا في ميكروفونات وفي عصيرات وفي اشياء هذه، اتوقع ان هذه تسويق و يعني انا ما افضلها. يعني شايف طارق تأيد الكلام انه في اولويات المفروض يتم الالتفات لها، هو كلام الاستاذ رزق نعم صحيح، ولكن انا برجع للمربع الاول اللي هو في كل عام مسؤولين نادي نجران يصدرون مثل هذا البيان بنفس الصيغه بنفس المطالبات، هناك مشكله اكيد لنادي نجران او للانديه التي ليس لديها راعي. الخلل أي يعني اين يوجد؟ هل هو عدم وجود راعي؟ هل بعدم صرف المستحقات من هيئه الدوري زين؟ هناك لابد يعني لابد ان نخرج من عباءة الهبات والدعم من قبل محبي اعضاء شرف محبين النادي. هذا خلاصه القضيه، اتوقع لابد انه يكون التفات يعني من الاتحاد السعودي لحل مشكله هذه الانديه بالذات. طيب قبل ما نتكلم عن مباراه الهلال واتفاق، جمهور الهلال جدا زعلان من دون، وراح نتكلم راح نفتح موضوع مباراه الهلال والاتفاق، يعني جدا متضايقين من دول. هنا كان في تعليق عندي نجران، هذا من علوش يقول نجران يعاني ماديا منذ صعوده للممتاز، كل موسم تتكرر المعاناة إضافة إلى عدم وجود مقر للنادي. هذا تعليقه على الخبر. في خبر ثاني اللي هو رئيس الرادي يرفض استبعاد حارس فريقه بسبب تعاوني، إنه وقعوا مع وكيل تعاوني، وصرح الأستاذ فهد مطوع لبرنامج كورة ذكر بأنه أبا الخيل وكيل أعمال تعاقدات لاعبين، ولا يوجد ما يمنع توقيعه مع حارس الرائد بغض النظر إذا كان تعاوني أو لا، مع العلم أن اللاعب أكد أنه لم يوقع معه وتمنى ألا تطغى الحساسية على المسألة، مؤكدا أن أحمد الكساري يرتبط بعقد مع الرائد لمدة 5 سنوات لم يمضي منها إلا سنة واحدة، ولهذا لا يوجد ما يدعو إلى القلق. هذا تصريح رئيس الرائد. هذا يذكرنا بنفس موضوع أحمد الفريدي لما وقع مع السلطان البلوي في نهاية المطاف، هو وكيل أعمال صحيح أنه طبعا الناس كلها جاء حضر في بالها منصور بلوي. نعم أنا أتوقع شوف في أنظمة وفي لوائح وفي تعليمات وفي لجنة احتراف وفي لاعبين محترفين وفي وسط احترافي مفروض، المشكلة يعني في بعض الناس يعني يتكلم بالاحتراف وتجد في نفس الوقت متناقض وتجد في نفس الوقت يشخصن المواضيع. أتوقع أنه يعني طالما الثقافة هذه موجودة في المجتمع الرياضي
راح يكون من الإشكالية نحن نتقدم أكثر من كذا. أتوقع أنه وكيل أعمال مي بالقضية هوية هي، يعني في ناس كثيرين يعني ممكن أنه يعني طالما أنك في احتراف هي تعتمد على الكفاءة. أنا كلاعب أكيد أني راح أوقع مع وكيل الأعمال اللي ممكن يسوقني أكثر، اللي ممكن يجيب لي عقود أكثر، النشيط أكثر، ما أبحث بسبب مجاملات أني أروح النادي منتهي معين. ممكن في نفس الوقت في بعض الأندية مثلا تحتكر بعض وكلاء اللاعبين اللي ينتمون لها على أساس يعني تلوي ذراع اللاعبين اللي عندها، هذه مقابلة أنه يكون من ضمن الجمهور اللي عنده. لذلك وكلاء اللاعبين لهم أنظمة خاصة، اللاعب ولجنة الاحتراف والأندية لها أنظمة خاصة. متى ما وجدت أنظمة وتعليمات قوية تستند أو أرضيتها لائحة الاتحاد الدولي، أتوقع لو وقع مع يعني أي إن كان هذا لا يضر لا النادي ولا اللاعب ولا وكيل الأعمال. غير مربك الموضوع؟ أبدا غير مربك يا أخي الكريم، هذا يعني بزنس في النهاية. الوكيل الأعمال يبحث عن مصلحته مثل ما يبحث عن مصلحة اللاعب نفسه. نتمنى أنه نخرج من هذه الثقافة ثقافة الميول، ثقافة هذا يشجع مين وهذا يعني يميل لمين. كرة القدم لن تتطور إلا بوجود العمل السليم الاحتراف البعيد كل بعد عن الميول والأهواء الشخصية. وأنا أتوقع أن الموضوع يعني أكبر من يعني أعطي أكبر من حجمه يعني كي يصدر بيان له. اليوم يعني في أخبار تحدثت أنه بالأمس مصادر الهلالية ذكرت أنه ما في نية لإقالة دول، هذا كان إلى أمس البارحة، يعني أنه في نية أنه أعطى المدرب كامل الفرصة. ما أعرف شو الوضع الآن بعد المباراة، لكن سألنا عن موضوع باوزة، أنه باوزة موجود على الطاولة، أكدونا أنه ما في أي مفاوضات مع باوزة لتدريب الهلال. اليوم طلع اسم المدرب منتخب الباراغواي، حتى تجيني هنا بعد بعض الرسائل في تويتر، إن شاء الله أشوف منها واحد يعيد رسالته اللي أرسلها لنا حول مدرب منتخب الباراغواي. طارق، موضوع الهلال صراحة يعني الهلال ليس هو هلال جريتس وليس هو هلال العام الماضي. يعني النتائج التي حققها الهلال هذا العام ناتجة عن قوة الأسماء اللي يلعب فيها نادي الهلال، واستطاعت أن تحفظ نوعا ما ماء الوجه للكتيبة الهلالية. شاهدنا في نجران كيف يعني خرج من عنق الزجاجة في آخر ثانية واستطاع أن يعني يتفوق على نجران. اليوم يعني كان هناك يعني كان اتفاق ند عنيد جدا جدا، بل وتفوق على الهلال في فترات كثيرة من المباراة، وكذلك أنه يعني لو أخذناها سمعت أنه في هدف ألغي، صحيح أنا يعني ودي أتركها الحكم للمختصين في هذا. يعني كان الفريق الاتفاق غاب قوسين من التفوق على نادي الهلال، هذا مؤشر خطير جدا. الهلال يحتاج إلى عدة نظر من حيث المستوى الفني، ليس هو الهلال جريتس بالتأكيد. هناك تصاعد في مستويات الفرق الأخرى يخيف الجمهور الهلالي، والجمهور الهلالي متعود على البطولات، متعود على إحراز الألقاب، وهو ما يخالف منهج وسير خط فريق الهلال هذا الموسم. أنا أتوقع أن في بداية الموسم صرح سواء رئيس النادي أو مدير الكرة الكابتن سامي أن تم تغيير تقريبا 60% أو أكثر من اللاعبين، خصوصا المحترفين. لما تغير المحترفين تجيب مدرب جديد تقريبا تغير المنظومة كاملة. فلذلك أنا أتوقع حاليا طبعا من حق الجمهور أنه يطمح في أكثر من كذا. أكيد أن المفاوضات هذه ما فيه يعني زي ما يقولون دخان بدون نار، ولكن أنا متأكد أن الآن إدارة نادي الهلال أكيد أنها راح تبحث عن خطة بديلة فيما لو حصل أزمة حاليا في نادي الهلال. وهذا الفكرة اللي يعجبني الإداري سواء في أي نادي، أنك تضع لك ملفات احتياطية فيما لو أخفق الفريق في لحظة من اللحظات أنك تكون البديل جاهز، مو إذا وقعت الكارثة تبدأ تبحث عن الحلول. الآن حاليا أنا أتوقع أن يعني حتى أنا شفت المؤتمر الصحفي والأسئلة الكثيرة على المدرب، وهذا أنا ما كنت أحبذها إقالة وما إقالة والفريق قاعد يمشي. لذلك أنا أتوقع حتى لو كان في مفاوضات سواء مع لاعبين أو سواء مع مدرب، هذا من حق الإدارة الهلالية. الفريق الحين قاعد يمشي، طبعا الاستقرار المطلوب. أنا أتوقع إحنا نطالب الآن بالاستقرار، وللأسف إحنا نطالب يعني في البعض يطالب بالإقالة. حتى إحنا بعض المرات متناقضين يعني انفعاليين وعاطفيين سواء لا إداريا ولا فنيا. لذلك أنا أتوقع أنا من وجهة نظري الاستقرار مهم جدا، طالما أنك اخترت كإدارة المدرب بناء على قناعات وتاريخ، وكنت أنت تسوق المدرب هذا من أفضل المدربين. لذلك خلي المدرب يستمر. بس خليني أقول لك شيء عبد العزيز، يعني اليوم أنا أسمع تعليق المباراة المعلق عامر عبد الله، نعم،
يقول انه الهلاليين لاعبين كل المباريات هذه عندهم خسارة واحدة ومع ذلك الجمهور مراضي، يعني في ثقافة انه مش بس نقاط، نبغى نقاط ومستوى. ذكرني في موضوع بسيارو لما الهلال أقاله وهو في الصدارة، وهذا الموضوع أثر كثير على الهلال. في يعني أنت لو تأخذ التاريخ، حتى لو تأخذ التاريخ في نادي، خصوصا نادي الهلال، في بداية مثلا حضور كوماتشو، في بداية حضور مثلا تفاريس، كانت في مطالبات بإبعاد الاثنين هذول، وبعد موسم أكثر بعد ما بعد نهاية الموسم مطالبات ببقاء اللاعبين هذول. يعني أنا قاعد أقول من حق الجمهور، أي جمهور أي نادي، يكون سقف طموحاته عالي، ولكن أنت كإدارة ما اخترت لا مدرب ولا لاعبين أجانب إلا بناء على دراسات. لذلك مشكلة إحنا عندنا حاليا، إحنا أن إحنا نغير، حتى لو مدرب جديد وأخفق الفريق في تبرير جاهز جدا للإدارة، نقول أن الفريق ما تعود على خطة المدرب ومن الكلام هذا. لذلك أنا قاعد أتكلم، حتى اللاعب السعودي على فكرة من الأشياء اللي تسبب انخفاضه، أن عندك إدارة حاليا تعطي يعني تسبب لك أزمات بتغيير المدربين، وفي النهاية نجد أن الفرق أغلبها عندها مشاكل مالية بسبب عدم التخطيط، بسبب عدم الدراية، بسبب عدم الدراسات، بعدم وجود الكفاءات اللي ممكن تخطط الفريق وتجيب مدربين يستمرون أكثر من كذا. إحنا لو نشوف الاستقرار سواء الإداري في نادي الاتفاق كيف عمل، والاستقرار الفني برضو في نادي الفتح، كل هذه النماذج مفروض تحتذى فيها. لذلك أنا أتمنى طالما في إدارة هي المفروض تقود الفريق، مو مثلا ضغط جمهور، وهذا راح نتكلم عنها في مشكلة الضغوط الجماهيرية وعرقلة مسيرة النادي لما يكون في إعلام يأجج هذه الجماهير للضغط على الإدارة تخل باستراتيجياتها. طارق، أنا أوافق الحديث بالفعل 100%، لابد من الاستقرار. بما أنك اتخذت القرار باختيار تلك العين من المدربين ووثقت فيها، لابد أنك تكون يعني أو تستمر مع هذا المدرب حتى نهاية المطاف، مثل ما اختاروا كالديرون العام الماضي وانتهت مهمته، أتمنى يستمر المدرب الهلال. طيب، التقارير الإعلامية تنقل ريكارد لتدريب باريس سان جيرمان، من جانب مدرب والتقارير الإعلامية تودي فيه وتجيب فيه، قاعد في منتخب راح من منتخب إلى الآن ما في أي شيء يدعو إلى أنه أو ينبأ بأن الرجل طالع. لا نعلم حتى الآن هل المدرب ريكارد سيغادر أم لا. من وجهة نظري أنه حتى الآن سيد ريكارد لم يضع بصمته في أداء المنتخب السعودي اللي يمكننا أنه نرى مستقبل يعني أخضر يعني ومستقبل باهر للمنتخب السعودي، ينبئ بأن هناك نتائج إيجابية سيحقها المنتخب. أنا أتمنى أنه بعد نهاية مباراة أستراليا أن يتم إعادة النظر في اختيار ريكارد، وأن يتم اختيار مدرب لا يعتمد على المنجزات بقدر ما يعتمد على ما لدى المدرب من فكر وتكتيك. طيب، الاتحاد أعلن أخيرا تعاقده مع كيك رسميا. والله هو أصلا تداول في يعني أنا أبدأ الآن حاليا بتقول أنت لو تلاحظ الحين يا أخوي تركي أن كثرة التنقلات، كثرة التعاقدات، تعرف ليش؟ يناير الآن جاي والناس فيها يبغى لها شغل، وكل اللاعبين اللي يبغى لهم شغل، والسماسرة يبغون يترزقون الله، والجرائد تبغى تشتغل الآن حاليا، كل واحد جالس يبث إشاعات، وأي مكالمة وأي حديث ينشر. لذلك مو كل اللي يعني تداول في وسط الوسط الإعلامي هذا يصير 100%. لذلك الآن يناير شغال والناس تبغى تشتغل، يعني باقي شهر كل اللي بترزق الله في الحالة، سواء أنا أجي أضغط على إدارة، أضغط على مدرب، أضغط على لاعبين، غيروا لاعبينكم، وكل وكيل أعمال أو وكيل أعمال وتوابعه يبغون يسوقون اللاعبين اللي عندهم، فلذلك تكثر مثل هذه البلبلات. نادي الاتحاد طبيعي جدا، يعني أتوقع أن المدرب هذا مدرب وصل فريق لكأس العالم، نادي الاتحاد يوجد به أكيد أن استراتيجية نادي الاتحاد الأخير اللي قاعد يتكلمون أنه بيتكلمون بطريقة الإحلال في بإدخال عناصر جديدة، بالتأكيد أنهم لما درسوا تاريخ المدرب وبتفهم مع المدرب أن هذه من ضمن الأهداف اللي حققها لهم. ذلك أتمنى للمدرب والنادي الاتحاد التوفيق في المرحلة القادمة بإذن الله. سؤال سريع، طارق يقول لك إبراهيم العتيبي، تركي يسأل طارق، هل صحيح أن البلطان سيستقيل نهاية العام؟ هذه إشاعة مضحكة، ما كان يتحدث عن إشاعات وأنا رديت ضحكت. طيب، ابتسمت قبل شوي نتكلم عن إشاعات، قلت الإشاعات طالت حتى الرؤساء مجلس إداراتي. طيب، في كنا نقول عن الهدهد حق أحمد الفهيد اللي يقول مما قاله لي الهدهد، وكان يجيب لنا أخبار يمر على أحمد، وقبل ما يمر على أحمد أحيانا يمر علينا ويعطينا شوية أخبار. أعطانا 5 أخبار إلى الآن، من الخمسة شفنا 3 وفي 2 في الطريق لسه ما بعد خلصت الأمور.
مر علينا اليوم وقالنا بعد كلام بنقوله بعد الفاصل. فهدهد أحمد الفهيد قال شيء اليوم بعد الفاصل نقوله لكم.